نعم يعني نحن حاليا في مجلس النواب، رغم ان جدول الاعمال قد اكد ان الجلسه سوف تبدا في الساعه 12 من هذا اليوم لانتخاب رئيس الجمهوريه، لكن حتى هذه اللحظه لا يوجد هنالك اي حضور نيابي في مجلس النواب، فقط 58 نائبا قد حضروا من مختلف الكتل السياسيه، اغلبهم من المستقلين قد حضروا الى مجلس النواب هذا اليوم من اصل 329 نائبا، وهذا لا يكفي لاتمام النصاب القانوني لإتمام الجلسة وعقد الجلسة، وبالتالي ربما ستتأخر اليوم باعتبار الأحداث الأخرى وما ستؤول إليه الأحداث في قادم الساعات، لا سيما أن هنالك ربما حوارات من أجل أيضا إبعاد أو إقناع التيار الصدري بالحضور إلى الجلسة والعدول عن قرارهم بمقاطعة هذه الجلسة المهمة التي سوف يتم فيها انتخاب أو من المفترض أن يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية بحسب السياقات الدستورية والقانونية الموضوعة لهذا الموضوع. ننتظر باقي الساعات لعل هنالك أخبار مستجدة فيما يخص التفاهمات وإقناع الكتل السياسية بالحضور إلى مجلس النواب.